طبعا احنا كلنا خلاص عارفين اسم ماسي دور جولد، يعني على شاشة التلفزيون كلها ما شاء الله بقالكم كذا سنة. قولنا بقى ايه اكتر حاجة انا ممكن استفيد بيها من ماسي دور جولد؟ في البداية كريم ماسي دور جولد هو كريم السحر والجمال، ومش كريم عادي، ده كريم قدر يحقق شهرة ونجاح كبير جدا في مصر والوطن العربي. طبعا لانه كريم قدر يحقق معادلة كبيرة جدا بين انه يبقى كريم تجميلي وكريم وقائي علاجي في نفس الوقت. كريم تجميلي بيجمل ويخليكي زي القمر، وكريم وقائي بيقي من علامات التقدم في السن ويصغرك في الشكل 10 سنين طبعا، وده شعار ماسي دور جولد. وكريم علاجي بيقدر يعالج كل مشاكل البشرة. نمبر 1 طبعا التجاعيد، وبيعالج الكلف والنمش والهالات والبقع وتصبغات الشمس، كل المشاكل دي بيقدر يعالجها كريم ماسي دور جولد. كريم ماسي دور جولد كريم ايطالي لصنع، كلنا عارفين ايطاليا بلد الجمال والبراندات طبعا طبعا. اتصنع في 6 سنين ابحاث وتصنيع، ودي مده مش قليله، دي مده كبيره جدا عشان يطلع بالماتيريال والجوده والشهره اللي هو حققها. كريم ماسي دور جولد بينفرد بسر تركيبه فريده خلته يتميز عن اي كريم تجميلي في العالم، انه فيه 56 عنصر، ودي ما حصلتش في اي كريم في العالم غير في ماسي دور جولد. طبعا اشهرها الجولد، في ناس كتير بتسمي الكريم كريم الجولد او كريم الذهب، طبعا لان اهم عنصر فيه هو الذهب، هو مش ميه ذهب، هو جزيئات ذهب خام عيار 23. حلو قوي. طبعا ايه تاني يا دكتور؟ يعني ايه تاني في المنتج؟ هو ليه هو فيه 56 عنصر، منهم 23 عنصر فعال، طبعا اهمهم في التوب هو الذهب. اوكي. عاوزه اقول لك ان الذهب لوحده بينشط الدوره الدمويه في الوش جدا، وده اللي بيخلي الوش جلوي وحيوي والخدود حمراء زي الاجانب. طبعا بيوحد لون البشره، بيعالج التجاعيد، بيعمل عن انتاج الكولاجين اللي البشره بتفقده في سن صغير من 20 ل 25 سنه، بيشيل الخلايا الميته والشوائب، وبيعمل انتاج خلايا جديده، كل ده في الذهب. نفسي الناس كلها تدخل تعمل سيرش وتشوف قد ايه الذهب هو رائع للبشره. طبعا يجي لتاني عنصر ما يقلش اهميه عن الذهب هو الكافيار، كلنا عارفين كافيار هو بيض السمك، طبعا قد ايه هو غالي، يعني لما بندخل اي ريستورانت او مطعم لو طلبنا كافيار نبقى يعني احنا من اغنياء البلد. طبعا تخيلي تحطيه دايركت في كريم ماسي دور جولد، هو دايركت تحطيه على وشك. اوكي. عايز اقول لك ان الكافيار الكافيار بيفتح البشره جدا جدا، يعني حط تحتها 4 5 خطوط. حلو قوي. الكافيار في غني بالفيتامينز والاوميجا 3، في مضادات اكسده، مرطب هايل للبشره. ده ليه؟ لان بيدخل في تكوينه من 70 ل 80% منه ميه، ده اللي بيخليه مرطب هايل. طبعا عندنا السيراميد، السيراميد ده عنصر انا مسميه عنصر الشباب والجمال، لان وظيفته انه بيشد الوش، فلما الوش يبقى مشدود يبان اصغر. عندنا طبعا الفيلر، الفيلر برضو ما يقلش اهميه عنهم الثلاثه. الفيلر طبعا بيعالج التجاعيد وبيملى الخطوط، الفيلر مرطب هايل للبشره. عاوزه اقول ان كريم ماسي دور جولد بيقدر يعالج التجاعيد لو كانت بسيطه بنسبه 100%، ولو كانت تجاعيد عميقه بيقدر يعالجها من نسبه 70 ل 80%، ودي نسبة كبيرة جدا وعظيمة بالنسبة لأي كريم. بالنسبة للناس اللي بتخاف من التدخلات الجراحية أو الإبر أو الكلام ده كله. طب قولي لي بقى، احنا دلوقتي معانا طريقة استخدامه على الشاشة، بتفرق يا رنا؟ يعني أنا بتفرق إن أنا أستخدمه بطريقة معينة عن إن أنا أستخدمه عادي زيه زي أي كريم مرطب؟ لا خالص، هو كريم طريقة استخدامه عادية جدا زي ما شايفين الموديل، بتوزعه على البشرة كلها، تحت العين، على الجبين، على الخدود، على الرقبة، مهم جدا عشان التجاعيد، ومن تحت لفوق عكس اتجاه الجاذبية الأرضية. اوكي. مفيش أسهل من كده طبعا. من 3 ل 4 بامب، 4 ضغطات على كف الإيد، ونوزعه مرة واحدة ممكن قبل ما ننام. في ناس ما بتحبش، هو المفروض مره الصبح ومره بالليل. اوكي. في ناس ما تقدرش تحطه الصبح بحكم شغلها او بتخرج او كده. حلو قوي بالليل، كلنا عارفين البشره بتستفاد في فتره بالليل واحنا نايمين طبعا. بس طيب سمعنا كل حاجه حلوه، خلينا بقى نطمن اكتر. الناس بتحب تشوف التصريحات، ده متصرح من فين ومن فين ومن فين؟ انا عارفه ان هو مصرح كمان دوليا مش من وزاره الصحه المصريه بس. طبعا حقيقي صح. كريم ماسي دور جولد مرخص من 3 اماكن، وزاره الصحه المصريه والاتحاد الاوروبي وحكومه دبي الامارات. وده بيخلينا نطمن الكريم واحنا بنحطه على وشنا واحنا مغمضين، لان يا جماعه محدش يحط اي كريم مش مرخص من وزاره الصحه على بشرته طبعا، لانه ممكن يؤذيها ويفضل عمره كله يعالج فيها.
وما جريش ورا كلمه اصل كله بعد ماسي دورو جولد. بصراحه دي حاجه انا اشهد لماسي دورو جولد، جزيئات الذهب، جزيئات الذهب، فنازل كميه كريمات جزيئات الذهب. فانا بس عايزاكي تقولي مش الكلام، يعني اللي هو مش بالكلام ان انا كاتبه كلام كتير، لا بيبقى في مثلا كميات محدوده زي ما انت قلتي، في فرق ما بين جزيئات الذهب وما بين ميه الذهب، صح كده؟ طبعا طبعا. دي جزيئات ذهب عيار 23، دي متخيله انك تحطي ذهب خام على بشرتك؟ اه يعني مش اي مكون بيتذكر في المنتج يبقى هو بالظبط اللي هو بالزبط ممكن يفيدني او الكميه اللي ممكن تفيدني. أيوة صح كده؟ طيب في عرض حلو جدا عن ماسي دورو جولد، انتوا عاملين مفاجاه حلوه قوي. طبعا. كام في الميه بقى؟ طبعا شركه ماسي جروب عامله خصم هايل جدا، هو خصم 30% على ماسي دورو جولد، وده خصم رائع. عاوزه اقول للناس ان الكميات الباقيه محدوده تلحق تشتري. عاوزه اقول ان الشحن فري ولينا مناديب في انحاء الجمهوريه كلها. حلو قوي. والمنتج بيوصل في خلال ساعتين من طلب المنتج. ولو محافظه بعيده زي الصعيد وجنوب سيناء 24 اور، بس 24 ساعه ان شاء الله بيوصل لهم. الناس بتطلبه من اي محافظه كمان؟ طبعاً. ده دولين، ده بره مصر كمان. بره مصر جدا. احنا عشان كده لما بيبقى في عرض زي ده يا رنا بلاقي في يعني الاتصالات يعني انا سمعت من صحابي بياخدوا بالاثنين، اللي هو احنا مش ضامنين بالظبط هنلاقيه دلوقتي قدام شويه ولا اكيد. طيب خلينا نخرج للتقرير ونرجع لكم مره ثانيه، معانا مفاجاه حلوه برضو بس على الماسي هير. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكليا 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti wrinkles, anti age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin would look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب.